بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة الكرام، الحمد لله حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه. نتكلم في هذا الفيديو عن أفضل الأسهم السعودية حسب مؤشر موقع سعودي كو. طبعا مؤشر موقع سعودي كو هو مؤشر جديد يتكلم عن أفضل الأسهم الاستثمارية في السوق السعودية، بتوافر شروط معينة يكون سهم معين من ضمن أفضل الأسهم السعودية. طبعا مؤشر موقع سعودي كو على ماذا يعتمد في تحديد أفضل الأسهم؟ الاعتماد الأول والرئيسي وبنسبة 50% يعتمد على الأرباح الفعلية التي تقوم الشركة بتوزيعها كل عام، يعني مجمل توزيعات الشركة كل عام قياسا الى سعر السهم. يعني على سبيل المثال، اذا كان سعر السهم 100 ريال سعودي ووزع على مدار العام 5 ريال سعودي، فهذا يعني ان السهم يتحصل على علامة 50 حاليا، لانه 5 ريال 50، 6 ريال 60، 4 ريال 60، 1 ريال 10. الان هذه العلامة تعطي يعني فكرة شاملة عن مدى قوة هذا السهم، مدى قابليته للاستثمار. طبعا يشترط عدة شروط أخرى إضافة إلى توزيع الربح الفعلي لكي يكون سهم معين هو الأفضل حسب هذا المؤشر. إذن الاعتماد بالدرجة الأولى على نسبة الربح الموزع، يعني الربح يقسم على سعر السهم وتكون هناك نسبة. الآن كلما ارتفع التوزيع الفعلي لملاك السهم عن سهم معين، كلما ارتفعت الأرباح والتوزيع أرباح التوزيع الفعلي، فإن هذا السهم يكون أقوى وأفضل استثماريا. يعني الأسهم التي توزع أرباح أكثر على ملاكها هي الأسهم الاستثمارية الأفضل. أيضا يعتمد مؤشر موقع سعودي كو على نسبة الإعلان عن الربح الصافي. الإعلان عن الربح الصافي آخر الإعلانات يجب أيضا أن تكون قوية جدا. أما بالنسبة لموضوع الشركة، فيجب أن يكون للشركة أصول وثبات وقوة، يعني أصول هامة موجودة على أرض الواقع، أصول حقيقية، شركة معروفة. الآن أيضا يعتمد على موضوع نقطة المبيعات، الإنتاج، الثبات، الرسوخ للشركة. يجب أن يكون هناك إنتاج، مبيعات معروفة، شركة ثابتة، شركة راسخة، شركة رائدة. هذه نقطة هامة. أيضا هي في هناك نقطة هامة جدا، وهذه النقطة تعادل 25 نقطة مئوية من أساس المؤشر، وهي عدم قابلية هذا السهم للتلاعب والمضاربات الفارغة. الآن يعني أي سهم يمكن أنه يجي واحد برأس مال معين يرفع السهم وينزله زي ما بده، يضارب بشكل يعني كما تشاهدون، كما تعرفون لبعض الأسهم التي تعرفونها أنتم جيدا، هذا يعني أن هذا السهم غير جيد استثماريا إطلاقا. يعني أي سهم قابل للمضاربات الفارغة والتلاعب بسعره هذا لا يصلح استثماريا إطلاقا. وثالثا الوضع العام بالنسبة للمملكة، بالنسبة للأسواق، بالنسبة لأسعار النفط، بالنسبة للتضخم، بالنسبة للركود، هذا أيضا جزء من مؤشر موقع سعودي كو لأفضل الأسهم الاستثمارية. طبعا مؤشر موقع سعودي كو أفضل الأسهم الاستثمارية حاليا في شهر أكتوبر 2022، السهم الأول بأعلى درجة، يعني كان سهم شركة STC ب77 نقطة استثمارية. طبعا هذه العلامة من 60، يعني هو تجاوز العلامة الكاملة. سهم STC رقم واحد أفضل الأسهم. اثنين، سهم شركة المراكز 75 نقطة من 60. ثلاث، سهم اسمنت العربية، ثم سهم المجموعة، سهم اسمنت العربية 72، سهم المجموعة 68، سهم ينساب 64، سهم اليمامة للحديد 58، سهم سبكيم 59، سهم بنك الاستثمار 58، سهم إكسترا 57، ثم سهم مهارة 53، ثم سهم أملاك، ثم سهم شركة أسلاك، ثم سهم سابق، ثم سهم أرابكو، ثم سهم إسمنت الشرقية، ثم سهم المتقدمة، ثم سهم سابق للمغذيات. أما بالنسبة لأفضل الصناديق العقارية للاستثمار حسب مؤشر موقع سعوديكو، أولها وأفضلها حاليا صندوق الرياض ريت 81 نقطة من 60، وصندوق مشاركة ريت 65 نقطة من 60، وصندوق دراية ريت 66 نقطة من 60، وصندوق سيدكو كابيتال 64 نقطة من 60، والمعدل ريت 61 نقطة. وطبعا هذا في آخر تحديث في يوم 11 أكتوبر 2022. طبعا سأضع رابط للمؤشر أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. كمان يعني تقدر تكتب على جوجل مؤشر موقع سعودي كو
للاسهم السعوديه او لافضل الاسهم السعوديه بيطلع لك على جوجل، او بضع لك الرابط انا اسفل هذا الفيديو، ستجد الفيديوهات وستجد الرابط مع لائحه كامله بافضل الاسهم. بالنسبه لتداول الاسهم الامريكيه، طبعا تداول الاسهم الامريكيه والمؤشرات العالميه والامريكيه بنظام الهامش والرافع الماليه يسمح لك ان تتداول براس مال بسيط 100 او 500 او 1000 دولار امريكي وتجني ارباح جيده مع ان راس مالك بسيط، لانك تحصل على رافع مالي مجاني تضاعف القوه الشرائيه لراس مالك مئات المرات مجانا، وكذلك لانك هنا في هذه التداول الالكتروني للاسهم الامريكيه والعالميه تستطيع ان تتداول وتربح اذا ارتفع السعر من خلال صفقه الشراء، واذا انخفض سعر السهم او المؤشر ايضا تستطيع ان تستفيد وتتداول وتربح اذا انخفض السعر من خلال صفقه اسمها صفقة البيع على منصة التداول، وتستطيع أن تسحب أموالك وأرباحك في أي وقت وتفتح وتغلق وتعدل الصفقات في أي وقت ما دام سوق التداول مفتوح. أهم نقطة هنا هي في التداول الإلكتروني عبر الإنترنت أن تراعي نقطة هامة جدا، ما هي نقطة ثوابت هذا التداول؟ أن تتداول بنفسك فقط، لأنه أي شركة بتقول لك أنا بدير لك المحفظة بربح لك ربح مضمون هي شركة وهمية ونصابة. إذا بتبحث عن شركات عبر الإنترنت تدير لك المحافظ لن تجد إلا النصابين، وتتداول فقط مع شركة وسيطة موثوقة. طبعا السعودية لا ترخص شركات تداول برافع عملية عالية إطلاقا، يعني رافع مالية 1 إلى 50 أو أعلى من ذلك. ومع هذا هناك شركات موثوقة مضمونة مثل الشركات المرخصة رسمية من سلطة دبي المالية بشرط أن يكون مقرها في الإمارات وتقدم أفضل الخدمات ولها سمعة طيب بين المتداولين، مثل شركة XTB الإماراتية مرخصة رسمية من سلطة دبي المالية تقدم تداولات شاملة بالأسهم بالعملات بالذهب بالنفط بالعملات الرقمية برافع مالية مجانية تصل إلى 1 إلى 500. عملية السحب والإيداع والتسجيل سهلة وسريعة جدا في شركة XTB. الشركة تقدم تدريب وتعليم وتحليل مجاني شامل للعملاء، كذلك منصات وتطبيقات تداول باللغة العربية تناسب كل الأجهزة. أيضا شركة XTB طبعا إضافة إلى أنها مرخصة رسميا من سلطة دبي المالية، مرخصة رسميا من الحكومة البريطانية، الترخيص الرسمي الحكومة البريطاني والإسباني والتركي والبولندي، ولها أكثر من 14 فرع حول العالم. مقرها بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي شارع السعادة الطابق 12 من برج الإندكس. تقدم حسابات إسلامية حلال وحسابات مصغرة برأس مال بسيط جدا وحسابات تجريبية للتعليم. رابط التسجيل المباشر بدون وساطات او عمولات لفتح حساب في شركه XTB الاماراتيه موجود اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، اضغط على الرابط سجل حسابك، بعد ذلك تتواصل معك الشركه لاكمال عمليه التسجيل وتفعيل الحساب. هذا ما لدينا احبتي عن افضل الاسهم السعوديه للاستثمار بالنسبه بالقياس مع مؤشر موقع سعودي كو. اذا احببت هذا الفيديو يمكن ان يعني تساعدنا او تدعم الفيديو وتدعم القناه من خلال ميزه شكرا الموجوده اسفل هذا الفيديو. احبتي نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.